من قمة جبل دايتي المطل على العاصمة الألبانية تيرانا، نتذكر الشروط الظالمة للاعتراف بألبانيا. وصل الإسلام ألبانيا قديما، وكانت في وقت من الأوقات جزء من الدولة العثمانية. وفي عام 1330 هجري انفصلت ألبانيا واستقلت، ولكن دخلت في دوامة حروب وغارات، غارت عليها الذئاب وافترستها الكلاب. ولأنها ذات أغلبية مسلمة، قام الأوروبيين بتقسيم ألبانيا وضم أكثر من نصف أراضيها إلى دول الجوار مثل اليونان ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود. وكأن الأمر خوف من التمدد الإسلامي، ولم يقتصر الأمر عند ذلك، فاشترطت أوروبا للاعتراف بها عدة شروط: أن تكون خاضعة للرقابة الأوروبية، وأن يكون الدستور علماني أوروبي، وأن تنحي الدين جانبا رغم أن الغالبية مسلمين، وأن تستبدل الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، وأن تقطع علاقتها الثقافية بالعالم الإسلامي. وبهذه الشروط الظالمة من أوروبيين مدعين الحرية والديمقراطية، بدأوا في تغيير صبغة البلاد. ولم يتوقف الأمر هنا، بل ألزموا ألبانيا بتقديم تقارير سنوية حول الأقليات غير المسلمة ومدى تمتعها بحقوقها. صادروا حقوق المسلمين الأغلبية واهتموا بالأقليات الغير مسلمة، ما لكم كيف تحكمون. كما وزعوا المناصب الحساسة في البلد على أربع طوائف، وجعلوا المسلمين طائفة من الأربعة وكأنهم أقلية. ولم يكتفوا بهذا، اختاروا من يمثل المسلمين في المناصب من يتبنى الأفكار القومية والعلمانية، وقرروا تنصيب عميل ينوب عنهم، هو أحمد زوغو، وسنتحدث عنه لاحقا.